ومن جهتها عبرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل عن رفضها التام لمقترح رئيس الجمهورية المتعلق باشتراط استظهار التلاميذ بشهادة تلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية من أجل التوقي من جائحة كورونا. وقد رفضت الجمعية الحقوقية في بيان أصدرته اليوم ما اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد حول استنباط طرق جديدة لتكثيف عمليات التلقيح ضد كورونا لدى بعض الفئات على غرار التلاميذ، وذلك باشتراط الاستظهار بشهادة تفيد التلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفلة. سي معز، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. إذن ما هي أسباب رفضكم لمقترح رئيس الجمهورية؟ أولا القرار هذا نعتبره قرار تمييزي، لأنه ما فماش كان الاطفال في المؤسسات التربويه، فما الاطفال وفما المربين وفما الاطار الاداري. قرار اجباريه التلقيح بالنسبه للتلاميذ فقط هي مقاربه تمييزيه نعتبروها، وانه يسلط هذا الجانب الاجباري على اضعف حلقه اللي موجوده داخل المؤسسات التربويه اللي هما الاطفال. ثانيا نعتبر انه لا يمكن أن نقيد حق كل الأطفال بالولوج إلى التعليم، وهو حق دستوري وهو حق مضمون في كل الاتفاقيات الدولية اللي منخرطة فيها الدولة التونسية، وهو كذلك موجود في القانون التونسي. فإلزامية التعليم تمس الدولة والعائلة، فلا يمكن منع لأي سبب ما الأطفال من الولوج إلى التربية والتعليم. فيما يتعلق بهذا الموضوع، البعض يرى أن الاستظهار بشهادة التلقيح قد تقي التلاميذ أنفسهم من مما ممكن أن يسببه فيروس كورونا، يمكن أن تكون نقطة إيجابية كذلك؟ سبق أن وزارة الصحة بشراكة مع وزارة التربية عملت يوم مفتوح لتلقيح الشريحة العمرية من 15 إلى 17 سنة، لكن رينا اللي المستوى نتاع القبول نتاع العائلات لتلقيح أبنائهم ما فاتش 27%. هذا يدل على أنه الأطفال ليسوا هم أصحاب القرار بل هم أصحاب حقوق، وإذا كان العائلة لم تبادر بتلقيح الأطفال نتاعها هذاك ماهوش من غلطة الأطفال بل من تراخم العائلات. فلا يمكن تحميل الأطفال تراخي العائلات في إيصال أطفالهم للمؤسسات الصحية، ولا يمكن منعهم من دخول المؤسسات التربوية بأي سبب ما. اللي احنا نراوه هو من الأحسن أنه كيف ما قال سيد الرئيس يقع تلقيح الأطفال داخل المؤسسات التربوية لما يعودوا للمدارس في الأيامات الأولى من العودة المدرسية أولا، وثانيا مع الحصول على الترخيص نتاع الأولياء نتاعهم كما هو جاري المفعول لكل التلقيح اللي يتلقاها الأطفال داخل المؤسسات التربوية. واضح. سيد معز شريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.